بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأحبة الأكارم ورحمة الله وبركاته في هذه الأمسية التي خصصها نادي الشعر في اتحاد الأدباء والكتاب في النجف الأشرف للاحتفاء بتجربة الشاعر المبدع وهاب شريف. الشاعر وهاب شريف شاعر ثري، شاعر منتج، شاعر غزير، شاعر مختلف، فتراه يؤثث بناه الأسلوبية أو النصية على وفق ما يسمى بالسهل الممتنع. فأنت حينما تقرأ نصا لوهاب شريف تجد أن المفردات بسيطة والتراكيب سهلة، ولكنها عصية على التقليد لأنها ماركة مسجلة باسم وهاب شريف. وهاب شريف ثري في لغته بتوظيف المفردة العامية والأمثال الشعبية بشكل يشعرك بحميميتها وفصاحتها. وهاب شريف مختلف في تنوع نتاجه بين العمودي والشعر الحر وقصيدة النثر وربما النص المفتوح، من دون أن يفضل نوعاً شعرياً على آخر، إنما الفكرة هي التي تفرض نفسها عليه، وربما مناسبة النص هي التي تهيمن على اختيار نمط شعري دون آخر. فيقول: أنا شاعر أجد القصيدة في أصابع محنتي وأرى عليها حيرتي. وعلى كل حال، فنحن أمام شاعر أثرى المشهد الشعري العراقي بهذا الكم الكبير من الدواوين الشعرية وبهذا الكم الهائل من الأحاسيس المعجونة بالورود. وفراشة سألت نبيا مرسلا عني كأني في المنام ملأته، وكأنها في شك ما أنا بحته، هل كنت مسؤولا على ما قلته؟ فأجابها: هذا الشريف لواحد منه وإني بالورود عجنته. رحبوا معي بالشاعر المبدع الكبير وهاب شريف. شكرا جزيلا دكتور عماد على هذا التقديم الذي ربما لا أستحقه. السيرة الذاتية للشاعر وهاب شريف: هو من مواليد النجف الأشرف عام 1961، بكالوريوس صحافة من جامعة بغداد. أعماله الشعرية المطبوعة: الأمل العاشق 83، مرافق 84، أوراق العشق 85، ليس لي 86، رسائل من دفتر القلب 88، كهرباء لرقة صديقتي 2007، المرح المر 2008، ما جدوى ما يقوله عراف آخر 2009، شاعر بما يجري 2010، تفسير الأحزان 2011، تأويلات قميص فلسفة ربطة عنق 2012، ناي نجفي 2016، طبعا أحبك 2019، مزامير 2018، الشاعر مضروبا في نفسه 2022، الشاعر
يلقن نفسه درسا قيد الطبع تجربة الفراق الأعمال الشعرية غير الكاملة شعر الشطرين من 1980 إلى 2020 تجربة الحياة الأعمال الشعرية غير الكاملة الشعر الحر من 1980 إلى 2020 وله في مجال التأليف سيرة الإمام الكاظم عليه السلام أدعية الإمام الصادق عليه السلام العباس وأخوته قضاء الخليفتين وله أيضا مجموعتان مشتركتان مع أدباء آخرين خسائر جميلة والجمر يبتكر المسرة من الألقاب التي حصل عليها لقب شاعر 2009 من مؤسسة شعراء بلا حدود المصرية ولقب شاعر بما يجري من مؤسسة من النيل إلى الفرات المصرية أيضا لقب شاعر نجفي وطني لجنة النجف عاصمة الثقافة 2011 لقب شاعر حقق إنجازات وطنية وعربية وإنسانية من وزارة الثقافة 2016 من النقاد الذين كتبوا عن تجربته منفرداً أو مع شعراء آخرين كتاب قصيدة الاعتراف للدكتور رحمان غرقان كتاب قصيدة الجنس لعيال الظالمي وكتاب محدثكم رذاذ الطيف وكتاب الدكتور صباح عنوز وكتاب الدكتور عبد الرحمن الأحمد والدكتور زهير زاهد والشاعر المرحوم محمد حسين غيبي وهنالك كتابات أخرى لفاهم العيساوي وعبد المنعم القريشي وظاهر حبيب درست تجربة وهاب شريف فضلا عن الرسائل والأطاريح الجامعية التي درست شعره هذه إذن هي سيرة شاعرنا المحتفى به وهي سيرة حافلة بالعطاء فليتفضل الشاعر وهاب شريف وقراءات نماذج من شعره السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكل هذا الجمال شكرا للحضور الكرام أنا سعيد جدا بهذا الكم الجميل من عشاق الشعر شكرا لصديقي الدكتور الشاعر الدكتور عماد الحيدري لهذا التقديم اللطيف الذي ربما لا استحقه أبدأ بآخر ما كتبت وهي من القصائد التي يعني تعتبر من القصائد المعروفة عن قصيدة أنا وهاب أنا وهاب كان معلم القراءة يسميني قوسي وتسميني أمي ريشة وتحبسني في الغرفة أثناء هبوب العاصفة كي لا أطير كما في المرة السابقة عند عودتي من المدرسة يناديني صدقاني صاروخ أبتلع الشوارع مثل حبة الأسبرين لا أترك أحدا أمامي أنا الآن وهاب أيضا على أسطوانة تتدحرج على أرض وعيرة إلى جوار حائط آيل للسقوط أنا وهاب حين أوقدتني أمي واقفة في الكويت وكنا حينها نبنيها بعد ظهور النفط الطبيبة البريطانية رمتني إلى سلة النفايات هذا الفأر لا يعيش الممرضة الكويتية السمراء انتشلتني وفرت بي إلى أمها العرافة بعد 3 أيام أرجعتني خذيه هذا القرد شرب الحليب الذي عندنا كله ميد أنه سيكون مشتهرا ويعمر 90 لكنه لا يحب الإنجليز أنا وهاب في طفولتي كنت رقيقا ودقيقا أنظر للدنيا من طرف العين مرفوع الحاجب الحكومة عندي لا شيء الناس سواء أمتنع عن الطعام عدة أيام إذا رأيت أرمدا أو إذا حطت ذبابة على زادي أو إذا خطرت في بالي حشرة معينة في السادس الأدبي صرت مثل الأفارقة ذوي السيقان الملتوية الذين نشاهدهم في التلفزيون
تشمئز النفوس إذا رأتني، جدتي الروسية تصرخ في وجهي مسلول، أختي عائشة تدعو الله ليل نهار أن لا يقلبها سلبوحا مثل وهاب. وهكذا حافظ شاعر جميل على حياته من الطغاة، هكذا حافظ شاعر جميل على أطرافه كاملة في الحروب، هكذا حافظ شاعر جميل على رجولته في العراق. أنا وهاب. في الصف الأول الابتدائي سألت معلم الدين من خلق الله فصفعني. في الصف الثاني الابتدائي سألت معلم الحساب هل الله زائد واحد يساوي اثنين، فوضع القلم بين أصابعي وعصرها. في الصف الثالث الابتدائي سألت معلم الرياضة هل يفرح الله حين تنزعنا ملابسنا في هذا البرد وتنظر إلى مؤخراتنا فداس برجله رأسي. في الصف الرابع الابتدائي سألت معلم المعلومات الحياتية من أين جلب الله المواد الأولية، فضربني بالخيزرانة على ظهري. في الصف الخامس الابتدائي كتبت في دفتر الإنشاء كم ربح الله حين خلقنا، فمزق المعلم الدفتر وطردني من الصف متمتما ابن الكلب ابن البرجوازي يعتقدون الدين تجارة. أنا ابن الكلب سأخبر والدي. في اليوم الثاني عادني والدي قائلا للمعلم هذا ولدي ممن يبغون تجارة لن تبور. فاصفر الليمون. في اليوم الثالث نقل الله المعلمة إلى مدرسة أخرى بجلطة في القلب وقيل بالدماغ. في الصف السادس الابتدائي غيرته سألت معلم الإنجليزي لو صلينا بالإنجليزي هل ستصل؟ فبصق في حلقي. أنا الآن في الستين ألعب كرة القدم، أركض تحت المطر كالمجنون، أكتب الشعر والنثر وأربي الطيور المغردة، أشرب الشاي الحلو أحب الحلو، أسمع نجاة الصغيرة، أقرأ سيرة أصحاب الرسول، أقرأ القرآن الكريم، وأمشي كل سنة إلى قبر الحسين باحثا عن أجوبة لأسئلة ملأتني ركلا. أحسنت. شكرا شكرا جميلا. من النصوص التي أذكرها لوهاب شريف وقد تأثرت بها قبل 20 عاما على ما أذكر، أطلب منه أن يقرأها، وهذا النص هو كهرباء لرقة صديقتي تبكي ابنتي. كهرباء لرقة صديقتي تبكي ابنتي وتريد ثوبا في خجل، وشقيقها لعبا يريد على عجل، وأنا أفتش في جبيني عن أمل، أما العراق يبكي العراق يريد شعبا لا ملل، ومنين نجيب زرار لزيج هدل. هذا أنا متفائل مستبشر بالمالك بالجعفري بالحنبلي بالشافعي، فجميعهم عندي بطل، لكنني أحتاج من شاي البديل إلى بدل عن كل أحزاني وصبري وامتدادات الخلل، كي لا أقول أنا وغيري صعمة فطرة بصل، ومنين أجيب زرار لزيج هدل. آه يا صديقتي، آه يا صديقتي، صديقتي التي من مقتل الزعيم داس على أعصابها البعير، صديقتي التي استلقى على أحزانها السرير، صديقتي التي تحج كلما ضاقت إلى قبر الأمير، صديقتي التي تحوم يوميا على عيد الغدير، ولا عيد ولا غدير ولا هم يفرحون، قضيت عمري بالحفر واطفالي كبروا من زغر، الله يا طعم الفقر ما بيع روحي للشمر،
أشكر أمي أنجبت شاعرا صالحا للشرب. آه يا صديقتي، صديقتي التي تحفظ عن ظهر قلب المسلسلات، وعلي وياك علي، وعيون مسهرات الليل وعيون الخلق نومة، وعلي من يا قلب تعتب علي من. آه يا صديقتي. شكرا شكرا. وبما أننا نقترب من عيد الغدير الأغر، فنقول لوهاب شريف، ماذا كتبت عن هذا الرجل العظيم؟ من القصائد القديمة: حين اتحدنا سلالة الطين البصير والروح كي يبدعنا تقرير المصير، الاقتراح بأن يكون الماء مبتدأ، وإن الحسم أبهة الأمير، وتهيأت من كل مكرمة سجيتها، فعطرنا السلالة بالغدير. الله كونها وأبدع نورها منذ اصطفى لعليه كف المجير. هل كان يوما غائما بالورد إذ حملته أم من أب روح العبير، أم كان عدلا مولعا بالعدل أصبح عدله من عدله ضوء الضرير، أم كان عدلا مولعا بالعدل أصبح عدله من عدله ضوء الضرير، أم كان إثارا يرمم تائها ليلم شأفة حيرة الزمن الحشير. ربي اهد قومي إنهم لا يعلمون، لدي ما يكفي من الصبح الغزير، فجري فم الماء الذي لا ماء دوني، أمتي باكورتي أمل البشير، وجمال ما يأتي اتضاح رسالة الأشياء باللألاء والمعنى الغفير، أنا عصب دورتها إذا دارت أو انفرجت، وحسب الفقر محوره ضميري، لن يسكبوا روحي ولن تتكسر الأيام، إن الصبر في الصخر العسير، والظامئون مدى السحاب أذانهم بأذان أن عليهم وطن الفقير. لما أراد الله للناس السعادة، لما لأجل عيونهم سن العبادة. أنا أحفظ القصيدة أقرأها براحتي، من أقرب الكتابة أتلكأ حتى أخطأ. لما أراد الله للناس السعادة، لما لأجل عيونهم سن العبادة، لما النساء رأينا طغيان العتاة الظالمين برعن في صنع الولادة، لما أراد الله أن يتألق الإنسان في الرضوان أهداه الشهادة. إيه لولاك يعني كلهم ما كانوا، وعلى خطاك تألق القرآن، الحب والأحرار في فلك الدجى حتى تفتح طفك الفنان. طبعا أحبك ما انتقيتك سيدا إلا لأشعر أنني إنسان، طبعا أحبك من أمثل بينما في خصر حائك أذن الرحمن. أمي لأجلك أوقدتني شاعرا، ولأجل سينك تبلغ الأسنان. لمن تكرار تجربة الفراق، على عرش النبوة كم عراقي، نودعهم على نمط قديم ونذرفهم على نفس السياق، أخذوا طفولتهم وراحوا، تركوا الوساوس واستراحوا، عافوا ملامحهم على غبش الندى لما أشاحوا، شغفت بهم آلامهم عبروا مضايقها وساحوا، فرشوا لذاكرة الشذا أسرارهم لما أباحوا، ضحكوا لفقر إنائهم من نبلهم فبكى الصباح، يتزاحمون محبة وفم ابتسامتهم جراح، هذا سحاب الضيم
وهو يصب ما شرب الكفاح قصصا يحل الورد فيها حين يسحره انشراح لم يندموا لكن يعذبهم جمال مستباح يبست أساميهم على دمهم يبست أساميهم على دمهم فذرتها الرياح في رازقي الروح لاحوا فتألقوا فرحا وفاحوا في لوعة النارنجة اتحدوا وبسمتهم اتحدوا وبسمتهم وطاحوا أخذوا طفولتهم وراحوا فاستدرج الأسف اقتراحوا لو أمهلوا مطر القرى يا ليت يمهلهم سماحوا عندي من الطرف الكثير وعندهم أمل مزاح عندي سأحملهم علي وعندهم وجع متاح لما أتاهم آخذ الأحلام ما ارتجفوا وصاحوا آه ستذكرهم حكايات مضيئات ملاح وأرى ابتسامتهم وتحت أصابعي صمت نواح وتشك في فمها الصباحات النديات الفساح أخذوا طفولتهم وراحوا أخذوا طفولتهم وراحوا تركوا الوساوس واستراحوا. ها إيه حلوة هاي القصيدة حلوة حلوة صدق هاي في اليوم أول ما كتبتها قبل 17 سنة 18 سنة قلت لهم كتبت قصيدة جديدة قالوا والله قرأ قلت لهم أخذوا تبين أنهم غرقوا فماتوا محمد زايد قال هلو شاهم بعد غرقوا هم غرقوا هم ماتوا قلت له لا شاكو يغرق ما يموت يطلعوا قال لا بعد ولي غرق يموت فماتوا يعني للتأكيد هي للتأكيد يجوز أكو يعني يغرق ما يموت إيه نقرأ شعر وطني مثلا هي كان أوقدوا أشواقهم في الحنايا وانتقوا ما عندهم من مزايا ما أحبوا أن يكونوا قليلا هيئوا أرواحهم من هدايا تملأ النفس التي أرقتهم نشوة العيد التي في الصبايا سوف يمحو ذنبهم من أحبوا مضمحلوا أن لديهم خطايا صوبوا شيب اللحى نحو حلم من شباب يعزف الناي نايا كيف لم يطمع بهم كيد جسر وهو يتلو ما أعد الضحايا من حنان كان ينمو نخيلا منذ طفل أنقته النوايا عندما هاروا على ما أحبوا أصبحت بغداد ليل العرايا أثثوا في الماء نبضا جديدا لم يكونوا محض غرقا منايا كلهم عثمان صاح احتضنا يا أخانا في صباح الثنايا لم تكن أجسادهم من غياب طينة الأجساد كانت وصايا احفظوا بغداد من عاشقيها كلهم ماتوا عليها تحايا في آخر 10 أيام من رمضان يطرق بابي يوميا جار هذا بثواب الموتى لحم ودجاج وسمك في آخر يوم في ليلة عيد طرقت بابي بنت دون 20 هذا بثواب الموتى لكننا لا نطبخ زادا للجيران بثواب الموتى ولماذا استنه لا ما مات لنا أحد جد أبي حي جدة أمي حية شط الكوفة ما أغرق أحدا منا السيارة لم تدعس أحدا منا كورونا ما أخذت أحدا منا الحرب الأهلية كانت شفافة حتى صدام حسين لم يعدم أحدا منا فلماذا نطبخ زادا للجيران بثواب الموتى
يا عيني من في البيت؟ راحوا يقضون العيد في منتجع الله، من يطبخ للجيران زادا بثواب الموتى؟ تتزوجني؟ لا، أنت دون العشرين وأنا فوق الستين، هذا لا يمكن. لا لا، نجمع عمرينا نقسمه بالنصف، نتعادل ونعيش حياة سلمية. لا أؤمن بالجمع ولا بالقسمة، أنا رجل يؤمن بالضرب وبالطرح، فقد ضربني الله عدة مرات في نفسي وطرح مني كل حساباتي. هذه هي فكرة الشاعر مضروبا في نفسه، لا وهاب ولا شريف، حين أدخلها الدفان إلى منزلها الجديد دون رغبتها، كانت غير مكترثة بينما كنت مندهلا فقط. أعود إلى البيت، أدخل الحمام، أقفل الباب، أفتح الماء وأبكي. يذهب الماء إلى غير رجعة، إلى الآن لم أطلب من ربي شيئا أبدا. شكرا للشاعر وهاب شريف على هذا الجمال وعلى هذا الإحساس. أيها الأحبة، لأنها أمسية احتفائية كان يفترض بمجايلي وهاب شريف أن يعدوا شهادات بحقه. أتمنى أن أستمع إلى شهادات بحق هذا الشاعر وإلى مداخلات تثري هذه الأمسية. إذن نفتح باب النقاش والمداخلات بعد أن استمعنا إلى هذه الباقة المنوعة. السلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. هناك شيء جميل في شعر أستاذ وهاب شريف، وهو الجمع بين اللغة الفصحى واللغة العامية، وأنه يستقي كثير من البيئة، لا سيما البيئة النجفية، وهذا جميل جدا، يجعل المتلقي ينشد معه. هذه التجربة الضخمة واللغة القوية والدواوين الكثيرة، كنا يعني نتمنى لو نسمع بدايات وهاب شريف، متى بدأ ينظم الشعر. في نقطة أخرى اللي هو اعترافات دكتور رحمن غرقان، يعني أنا عندما سمعت أستاذ وهاب يعني يتكلم عن سيرته الذاتية، ولادته وبعدين نشأته وعندما كان في الابتدائية وكذا، يعني الأولى أن تسمى السيرة الذاتية أو قصيدة السيرة، يتكلم عن حياته الشخصية الآن وصل للستين، فهي سيرة ذاتية وليس اعتراف، اعتراف على ذنب، اعتراف في شيء آخر. وشكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. شكرا لاتحاد الأدباء لهذا الاحتفاء بهذا الشاعر، الشاعر وهاب شريف، الذي تعرفت عليه عام 2008، أي بعد سنة من افتتاحه لبيت الشعر في النجف الأشرف، الذي افتتح في 7/7/2007، مصادفة جميلة، وهو أول بيت شعر على ما أظن في العراق، وعلى منواله افتتح بيت الشعر في بغداد في العراق. كان وهاب شريف يجمع كل شعراء، من شعراء الفصيح وحتى شعراء الشعبيين وشعراء قصيدة النثر، يجمعهم في البيت الثقافي كان حينذاك، الذي كان مسؤولا عنه الأخ الشاعر سعيد قنبر، وكان يتكفل وهاب شريف بمصاريف الأمسيات التي يعني لا تتعدى أن تكون يعني ضيافة، عصير أو بسكت في ذلك الحين. عرفت
في وهاب حبه للشعر وللشعراء وتضحيته ولي يعني ولم يغار من أحد ولم ينافس أحد. وهاب شريف شاعر يعني بالفطرة، شاعر يعني مليء بالأحاسيس مليء بالعاطفة، يعني هذه شهادة من صديق لوهاب منذ 16 سنة. منذ 16 سنة أنا أعرف وهاب شريف. وهاب شريف كتب القصيدة العمودية، كتب قصائد الغزل، وكتب قصائد النثر التي لو قرأ على مسامعكم منها ما يعني ما يجعلنا إلى الصباح الباكر نستمع إلى قصائده. كتب كثيرا من الشعر وجايل كثيرا من الشعراء وحصل على جوائز كثيرة. له أسلوبه الخاص وله مدرسته الخاصة، وكان له عمود في مجلة المنهال يكتب فيه الذي يكتبه مقال يتصور القارئ أنها شعر. فشكرا لوهاب شريف، شكرا لإنتاجه، وشكرا لتضحياته وتقديمه ومعاونته، وشكرا لنادي الشعر الذي احتفى بالشاعر وهاب شريف، وشكرا للدكتور عماد الحيدري على هذا التقديم، وشكرا لكم. السلام على وهاب، السلام عليكم، السلام على هذه الأمسية التي تحتفي بالشاعر وهاب. وهاب شريف أعرفه قبل عقود، ولكن أعرف الوالد الذي رحل إلى السماء قبل 5 عقود. هذا البيت رغم أنه ينتمي لأسرة كادحة إلا أنه كان هذا البيت متمكن ماديا. والبيت أتذكر في منطقة الحنانة، الآن أصحاب السلطة أغلبهم من انحدارهم من طبقات بسيطة كما نحن، إلا أن وهاب شريف ينتمي سكنا إلى بيئة أرستقراطية ربما نقول عنها هكذا. وهاب شريف انتقل إلى حي الأنصار، ومعروف عن حي الأنصار أنه يعني البيئة بشكل عام بيئة عمالية طبقة كادحة. بقى وهاب شريف كأنه هو الذي يسكن في الحنانة. وهاب شريف الآن يسكن في بيت صغير في منطقة ربما في أطراف النجف، ولكن بقى وهاب شريف الذي يسكن في الحنانة، وهذه نادرا نجدها عند الناس. بصراحة أقوله وأنا أفتخر بهكذا سلوك. وهاب شريف قرأ قصيدة لشخصية خالدة في التاريخ، والشخصية تنتمي طبقيا إلى أسرة أرستقراطية بارعة في مجال سدنة البيت بيت الحرام، وبارعة في التجارة، وما أدراكم في التجارة. التجارة فيها عامل التحاضر والتقابس، وفيها جانب الإدارة، والتجارة تجعل الذي يشتغل فيها يتقن اللغات إلى غيره. هذا البيت أنجب هذه الشخصية الذي قرأ له قصيدة عندما كان في بداية الدعوة عبارة عن جندي لهذه الدعوة، ولكن دراسة الشخصية تقول عندما أصبح حاكما، وهذا شيء فريد بصراحة، إلا هو وجيبارة. هذه الشخصية عندما أصبحت في سدة الحكم تحولت إلى شخصية ثائرة، يعني هذا الكرسي لم يجعل منه حاكما بل جعل منه ثائرا. في أثناء الحكم وأثناء هذه الإدارة الرائعة، الإدارة الكبيرة مترامية الأطراف، كان يجالس العمال والفقراء. أقول هل كتب وهاب شريف إلى العمال الذين يقفون الآن بالأفران
ونحن نتمتع 10 أيام في إجازة العيد، 10 أيام نحن الذين ننتمي إلى سلك السلطة، والسلطة تداري مشاعرنا، تداري مشاعرنا بالعطل. أبسط عطلة أن تكون 10 أيام، أعيادنا 10 أيام، ولا تحسب أي حساب للذي يمدنا في الرغيف ويمدنا في الأكل ويمدنا في أمور أخرى. هل كتب وهاب شريف قصائد لهؤلاء الذين لا يعرفون معنى العطلة؟ وكان الشخصية الذي كتب له هذه القصيدة الرائعة كان يداريهم ويجالسهم، ولا يجالس الذين ربما ينتمون له طبقيا عندما كان خارج السلطة. وشكرا. السلام عليكم. مساء الورد على الجميع. سؤالي لصديقي الكهرباء سيد وهاب شريف، صديق الجميع طبعا، هو ليس فقط صديق الكهرباء. في الجانب الفني وقد كتب عن شعره الكثير من الدراسات الأكاديمية. سؤالي امتياز اللغة السهلة في شعر وهاب شريف، المفردة مفهومة واضحة جلية. مع العلم حضرتك نشأت في بيئة اللغة التي بين المعجمي والتداول اللغة والفصيح، باعتبار النجف بيئة لغة فصحى من حيث وجود الحوزة الدينية العلمية، ومن حيث تاريخ الشعر الفصيح الطويل في مدينة النجف الأشراف. فحيازتك على المفردة السهلة والصورة الشعرية والصورة الفنية الواضحة الجلية، طبعا الصورة الفنية والصورة الشعرية الواضحة في الشعر دلالة فصاحة وبلاغة. الفصاحة أن يفصح الإنسان عما في داخله بمعنى يصل المعنى، والبلاغة هو الإبلاغ أن يفهم. الصورة واضحة كانت في أكثر شعرك. فسؤالي في هذا المنحى الفني، مع مثلا السؤال من أين جاء؟ جاء من خلفية معرفة. مثلا شعر امرئ القيس فيه مفردات لا زالت اليوم عندما تقرأ واضحة، بمعنى المفردة لا تحتاج إلى معجم. لو رجعنا إلى أسباب ذلك نرى أن امرئ القيس قد هاجر من بيئة القبيلة إلى بيئة الصعاليك 10 سنوات، فأخذ من بيئة الصعاليك ما أخذ من مفردة سهلة، وأخذ من بيئة القبيلة أيضا ما أخذ من مفردة سهلة، وصاغها شعرا. وشكرا جزيلا، شكرا لنادي الشعر على جلسة الصديق وهاب شريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني أعتذر على هذه المداخلة، ولكن هو في الواقع فرصة يجب علي أن أنتهزها للأسماء اللي موجودة من الأدباء والشعراء اللي موجودين، كي أكون محطا للتقييم من هؤلاء الشعراء، ويأخذوني بيدهم من باب الرعاية والأبوة. فأود أن ألقي قصيدة من كتابتي لأقرئها على مسامعهم لتقييم وتوجيه. يا من أهيم بلقياها وأحتسب، ما لي لرؤيا لحاض العين أضطرب، حتى إذا ما ورت في اللد مكنزة رامت، وإن لم تكن بالعود تقترب. فهل إلي بأوسام أسر بها، أو نظرة تبتغيها النفس، أو سبب؟ فيا مجيرا بتعذيلي ومنقصتي رويد نفسك، فالنجوى لها الغلب، فالحب لا يقتذي قلبي ويتركه، كأنما بين قلبي والهوى نسب. ويا سليلا عن الأفراح نائية، حتى توسمت بالأورار مكتئب، فلا أنيس تسر النفس رفقته، ولا نجي يعي ما بي فينقضب. ومن جرار مآل الدهر في خلدي، أصبت بتلك همام الموقي تلتهب. أيا سرار الدجى، ما بال قولكم درما ذميما، وأنتم في الكرى صلب. أثريت مجدا فلم أعبأ بما سلبت أيدي الحوادث مني، فهو مكتسب. إني امرؤ لا يرد الخوف بادرتي، ولا يخالط في أوصافي الغضب. ابتعت حلمي وغيظي لم يؤز به،
حتى تأطر قولي فهو منتجب وما أزمهر نفسي فهي عالية إذا تخرص بي قوم وإن كذبوا فإنها بهتة قد كان باء بها في ثوب يوسف من قبلي دم كرب فإن يكن في سمام الدهر غادرة أضمت فعالي ما جاءت به الهدب. وشكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للشاعر وهاب شريف وشكرا للمقدم الدكتور عماد الحيدري، شكرا للحضور الكريم. بإمكاننا أن نسمي الشاعر وهاب شريف بأنه شاعر البصمة، أي أنه له بصمة خاصة، فعندما سمعنا الآن شعره نجد البصمة الوهابية موجودة في شعره من خلال تسخيره للحياة اليومية في شعره، من خلال تسخيره للغة العامية وحتى إلقائه في الشعر، إلقاء خاص له، بصمة معروفة له، لو قلده آخر لأصبح هو وهاب شريف. هذه البصمة هي التي ميزته عند الشعراء وغيره من الشعراء، هذا شيء حتى في إلقائه وحتى سليقته النحوية، عندما أخطأ وقال أن يكون رأسا قال أن يكون، هذه السليقة سليقة شاعر، إلقاؤه إلقاء شاعر، هذه هي الميزة التي سمعناها من شعره الآن. وهاب شريف يعني شاعر متميز، حتى أذكر في أحد الأيام قرأ لنا قصيدة في كلية الآداب من مدة طويلة وجاء بألفاظ عامية، اعترض البعض كيف يقرأ شاعر في محفل مثل محفل كلية الآداب ويأتي بشعر عامي، هو هذا الشاعر أن يأتي بكلام عامي، حتى الشاعر السياب أتى بشعر عامي، خطية والموت أهون من خطية، عبد الرزاق عبد الواحد في قصائده أيضا هو هذا الشاعر. فشكرا للشعر هذا الجميل الذي سمعناه، وشكرا للمقدم، وشكرا لكم جزيلا. شكرا جزيلا. اللي أتذكر هناك من طلب قصائد البدايات واضح، وقصيدة العمال الكادحين أيضا سهلة. والشيء الذي أثاره صديق والدي أستاذنا الأديب إبراهيم كمين، أنا دائما يعني أسأل أنه أنتم يعني خلينا نكون واضحين، أنتم ناس يعني أثرياء، قصائدك كلها على الفقراء والأيتام والشسمة، زين أنتم ناس شيوعيين بينما أنتم أصحاب مصانع، يعني هذا التناقض شنو؟ يعني شيوعيون وعندكم مصانع، يعني زين، وأثرياء وتكتبون على الفقير وعلى اليتيم وعلى المظلوم. التفسير هو كالآتي: نحن أسرة كادحة، بناؤون، ألو شريف البناية، بناؤون من الدرجة الأولى، يعني نبني السقوف بدون خشب وبدون حديد وبدون شيلمان إلى هذه الدرجة، المراقد المقدسة بالعراق كل إحنا بانيها إحنا بانيها. عندما ظهر النفط في الكويت وصار عندهم فلوس، إحنا اللي رحنا بنينا الكويت وحولناها من خيام ومن بيوت طين وبنيناها طابوق وجوس وسمنت، فرجعنا يعني رجعنا يمكن أنا عمري 4 سنين، فمن رجعنا عندنا فلوس، فبمساعدة عبد الكريم قاسم والدي أدخل صناعة، جدي أدخل صناعة النايلون إلى العراق من تركيا، يعني بهذه الطريقة صارت عندنا مصانع، يعني رحنا بنينا رضينا 3 سنين 4 سنين، أنا انولدت هناك، طبيبة بريطانية ذبتني بالزبالة قالت هذا فارس غير ما يعيش. المهم فلذلك حتى يعني تاريخ ولادتي يعني مضبوط، يعني هم ذول أجانب بعد يفتهمون، 3/4/61 صباح الجمعة. فمن رجعنا عندنا فلوس يعني ما بذورناها، أدخلنا صناعة النايلون إلى العراق من تركيا، لعاب الأطفال، الحلي، المشاطة، الأواني المنزلية، شلون؟ فكان والدي يفسخ الماكينة يعني صغير، هذا هو شاب مراهق وكح، يفسخ الماكينة
قطعة قطعة وياخذهن قطعة قطعة للتورنيتشي يسوي مثلهن. التورنيتشي كان هنا بشعر الهاتف وعلى الجبل. أنا أتذكر، أنا ذاكرتي قوية، أمس تغديت أنسى بس أنا أتذكر حتى عمري 3 سنوات أتذكر. فياخذ قطعة الماكينة قطعة قطعة يسوي مثلهن ويجي يركب. صارت ماكينة مثل هاي جابوها من تركيا. كذلك القوالب، القوالب معدن مصهور. أنا صار هذا اختصاصي، والدي اختصاصه يعني مكان. أنا صار المعادن، المعادن أخبط الفافون والتوج، منطقة اسم توج ما أعرف، يمكن تركي، خليط من المعادن. وأجيب مثلا هذه، يعني هو هذا الحديث شنو الحديث؟ إنه الإنسان اللي مبدع ربما يبدع في، هو إنسان يعني إيجابي مبدع في عدة مجالات، ويصير شاعر يصير رسام بعدين. فبديت نجيب هذا مثل هذا، أريد أسوي مثل هذا. شوف مثل هذا، أجيب بورق، البورق تدهن بيه بس بالعجل، نخليه بالماء أدهن دهن حتى ما يلزق بالبورق وأخليه هيك. من يابس البورق أطلع هذا يطلع بسرعة لأن بيدهن. أوكي، انطبع هذا وين؟ انطبع بالبورق. أجيب المعدن أصبه، هذا المعدن صار قالب. قمت أي شغلة تيجي من الخارج، لعب أطفال، أمشاط، أواني منزلي، شنو أسأل القفاء أروح أسويه. حتى أبوي يقول لك اللي ينشب عليك، ينشب عليك الرصاص، راح تشوفيني ودقني بالقاع، إذا ينشب عليك الرصاص المايع شو تسوون؟ وين أوديك؟ فبقينا صرنا أصحاب مصانع، بقينا يعني كادحين، نقعد يعني أنا وأبوي وعمالنا كل شيء والله شاهد. البعثيين كانوا يسمونه برجوازيين، يمصون دم العامل ويشمروا بالشارع. يا عامل اللي يعني مصينا دمه وشمرنا بالشارع، والله نقعد سوا ناكل بالريوق وبالغداء. والله العظيم اللي تتمرض ما ابوي يروح ياخذ الطبيب، قال لها مستشفى تروح ابو ناخذ الطبيب اخصائي. اللي يتمرض ابوه اللي يتزوج اللي يصير عنده حادث ابوه، يعني ما كان كنا عايشين العمال، لان احنا عمال، لان احنا عمال بالاصل، احنا عمال بالاصل، فعايشين من العمال. والعمال لحد الان اكو ناس يعني يتذكرونه واشتغلوا ويا ابويا، مثلا رزاق ابراهيم حسن الله يرحمه، عبود سيد حسن سلمان، عبود جابر شاعر بالاردن، موسى كريدي المطبعي، كل من اصدقاء والدي. والدي لا يقرا ولا يكتب يعني عند المله، بس هو من اصدقاء الادباء وشعراء. وأول ما عرف والدي أنه أنا أكتب شعر حسبيه بالخامس ابتدائي أو سادس ابتدائي، قال لك أنت تريد تصير مثل هذا بدانات الطوام؟ لو مثل هذا يدور الطوف جقاير، لو مثل هذا المات على رصيف شمر لزم الدواوين شعر شاف من عدة صغار، نزار قباني والقمر والديرة وعريان سيف خلف وظفر النواب ونازك الملائكة وبدر شققهن وخلها بس الحوش. الحوش يعني المساحة المفتوحة بالبيت، بيوتنا القديمة نسميه حوش، وبعدين حتى البيت كله نسميه حوش. المهم فخلاهن وحرقهن، قال تستلي مثل هذا بدانها تطوال على بدر شاكر السياب، مثل هذا ما تعرصك بهذا اللقب طقطوف جقال، ما أدري اللقب طقطوف جقال يمكن الجواهر، مو ما أدري عبد الرزاق عبد الواحد ولا ما أدري. هاي إيه المهم الحصير اللي ما تعرصيف. فشبعني دق، شبعني كتل يعني، بس تربينا تربية حلوة يعني. مرة طلعت تبوي أريد قلم جاف، المحل براس الشارع، طلعت جبت ورجعت، قلت طلعت بالبجامة شاني ودقني بالقاع بالبجامة. سأشوف الوضع سالان، كلها تنزل بالأسواق والبجامة وبالملابس الرياضية، مو عندنا عيب، هاي عيب، لزمني شبع هل سائل إذا ترم من الراجل ضرب شلون تطلع بالبجامة؟ بوي هذا يا البقال. لا بقينا يعني محتفظين بمحبتنا للفقراء ومحبتنا لل... كتبت للكادحين: مضى عمرا طويلا في البناء يكد وينحني دون انحناء، يشق الفجر في أمل وتعب ويرجع منهكا عند المساء، يعد المال من سنة لأخرى ويفرح إنه كسب العناء، فلا سفر جميل عند عين ولا في مظهر أو في كساء، يعيش العام منتظرا سيأتي محرم حيث يهنأ باللقاء، لينفق كل ما جمع الترجي على درب الحسين مع الحياء، ويمضي الخلق والسنوات تترى وما طبع تغير في العطاء، ويسمع من كلام الناس شيئا يجيب على الوضاعة بالثناء، وينتهكون سمعته
فيسمو كميزان ثقيل الانتماء على 70 من سنوات حب يطيح العمر في درب الفداء ليلقى الله في قلب سليم فقيرا دون شيء من ثرائي على اطمئنانه اختار انتصارا يعيش مع الحسين مع السماء. ذولا أهل قبل يشتغل 11 شهر وحارب نفسه، ها احنا شايفين يقولون علينا شيوعيين كفر، ليش احنا للبيت يعيش السنة كلها يشتغل 11 شهر يشتغل بمحرم يجي يصرف، لا يسافر لا يلبس ملابس حلوة لا كذا، بمحرم يجي يطبخ يوزع للزوار محافظات وش اسمه. بالمناسبة والله العظيم هاي لسه أذكر والدي حتى بركفة التطوير يجي يروح يركض ويجيب من الخيمة المحروقة الناس الجوارين يجون يطلبون من عندها أمراض ويمشي للحسين كل سنة هيابة، وبعد أشياء كثيرة أشياء يعني أشياء كثيرة توقف العقل. منتهى التدين هي هاي المدينة النجفية، يعني بها تدين وبها أفكار تقدمية وبها محبة، يعني يصلي هو ويقل السيد محسن الحكيم وهو شوعي مثلا، مو يعني الناس على فطرتها الناس على محبتها لله سبحانه وتعالى، وبنفس الوقت أكو تلاقح أفكار. أكو من قصائد البدايات، خاف طولنا حتى ما أترك واحد ما أجاوبه حتى تشوفوني حتى من البدايات، يعني أكو هاي الأشياء اللي تحدثتوا عنها قبل شوية جنابكم الكريم، كلكم الصفات موجودة من الطفولة. سأقرأ قصيدة واحدة. غبي كلمح البصر، ساذج مثل برتقالة، بارد مثل مغن منظر، مقرف مثل شاعر غني، مترف مثل دمع البلاب الأبله، مثل سلطان مكروه ومسن مثل الظلم المرح المر، حبة حنطة تتنزه بين الأشواق، شفتاها حلم السماق، والثغر حريص كالنقطة، مسكين زوج القطة حدثت بحشاشته جلطة، السيدة الفأرة دخلت في ضجري كالصخرة، ومضت تمسك خيط الفكرة، أدخلت الخيط بخرم الأبرة، نسجت ثوبا من جمرة، بشطارتها عرف الإنسان الجرة، صلى العقرب قال منحني فخذ الأرنب يا رب، صلى الأرنب يا رب، هذه آخر سجدات مهذب، فانصر إن شئت العقرب، بطة شعر غير مطيعة، ترقص جذلة وهي خليعة، تتقرفص في أذني ليلا فتصير مذيعة. شكراً جزيلاً للشاعر الجميل المبدع المتألق وهاب شريف على هذه القراءات الممتعة، وشكراً لنادي الشعر في اتحاد الأدباء على إتاحته هذه الفرصة للقاء بهذا الشاعر الجميل. شكراً لاتحاد الأدباء، شكراً للحضور الكريم. نتمنى أن نلتقي بكم في أمسيات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.